سألتنا على الإفطار. الإفطار إيه أكيد شرفنا، إحنا شرف طبعاً. اللي ممكن تقول لي طيب تمام إن شاء الله وين اللوكيشن بالضبط؟ بالدبلوماتيك أريا يعني بوز الفاينانشال سنتر. باي باي. شكرا. باي. حياكم الله معانا في فندق دوست، طبعا فندق جديد وهو فندق آسيوي عالمي، فرانشايز عالمي. خلونا نكتشف مع بعض بعض الخبايا اللي موجودة والأسرار طبعا اللي بيعطونا إياها المتخصصين في عالم الفود والبيفرج أو عالم الأغذية والأطعمة، ويلا حياكم معانا نستكشف. هاي جوان اخوي، كيف الصحة؟ الحمد لله، ان شاء الله بخير. نعاد عليك ان شاء الله، الله يخليك. شكرا على الدعوة ان شاء الله. الله يخليك دوحة. الله يخليك وميرسي لانه قبل دعوتنا للفطار. الله يخليك، شكرا جزيلا على الدعوة، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، رمضان كريم ان شاء الله. كلنا علينا الله يخليك ان شاء الله. شو عاملين لنا اليوم؟ في افطار بمطعم تيست اللي هو على تاني طابق. ممتاز. فيه تشكيل كتير حلوة وكتير رائعة، هلا انت بناخد رأيك فيها كمان ان شاء الله. اكيد يلا let's go. let's do it. وسهلا هلا على التيس كرمال افطار، ان شاء الله يكون على ذوقك ان شاء الله. معرفك على الشيف كمان، شيف سي سعود او اكزيكتيف شيف مستر شميل. نايس تو ميت يو، هاو ار يو؟ اورايت ذس جاست وان. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. يلا لكن انا هلا بتركك بس شويه مع الشيف وبرجع بلاقيكم للافطار. ايه شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا فور ذا رمضان اند اي ام جوينغ تو شو يو فور ذا ماي افطار بوفيه. This is I'm going to show you for that. This is my Indian chef Phanishwar. Phanishwar, nice to meet you. How are and you? I'm good. He will show you how to make for the bread. Naan bread. Fresh bread. Freshly naan made. Bread. Naan bread. Yes. Naan bread. Okay. Show Phanishwar. He will take care for that. I will show you one naan bread. Okay. يعطيكم العافية. خلاص شكرا. Thank you very much chief.
شكرا جزيلا اخ جوان على الاستضافة ويعطيك العافية أول شيء ورمضان كريم عليك. أهلا وسهلا ورمضان كريم لكم كمان. أهلا وسهلا بتيست ريستورانت في فندق دوسة الدوحة. الله يخليك إن شاء الله. باعتبارك مديرة التسويق والاتصال في فندق دوسيت، كلمينا عن الماركتينج استراتيجي. الماركتينج استراتيجي تبعولتنا دائما منبلش it's very important to set clear strategy and plan اللي بدنا نعمله. So set your objectives أهم شيء، بتعرف مين التارجت اودينس اللي you want to target، شو الكي messaging، أي platforms you're going to use to send the message to let people know about you. You build on your brand أكيد، خاصة لما نكون عم تعمل launching لبراند جديدة بدك تعرف العالم عنا، فكتير مهم تحكي الهيستوري تبعت البراند، تحكي شو السبيشال يونيك سيلينج بوينتس للبراند، شو الديفرنشيشن بينه بين غيره. مثل ما بنعرف اليوم في كتير اوبشنز بالبلد، في كتير عروضات، ف يلي مهم انه كل شخص بيجي لعندك بدك تعرف انه عم تعطيه يلي وعدته. يعني your messaging needs to be transparent, needs to be honest and needs to be clear. هيدا اهم شيء بكل marketing plan, marketing strategy that you put forward. خاصة اليوم yes people are all on social media all day، بس بنفس الوقت they compare the amount of information that people are exposed to today is humongous. كتير في معلومات على الانترنت كتير عالية، هيدي بتأثر على قدي الشخص بيتذكرك، قدي بيلحق يشوف المسج اللي بدك تقول له إياها، وقدي بتعلق بمخه وقدي اتراكتس تعمل right. وبالنهاية الإنسان بده يحس إنه في إنسان وراء هالمسج، في شخص عم بيفهم علي وفي شخص بهمه شو أنا بدي. You know, you're right. We're responding to what the person actually is looking for and is interested in. You're right. And today it's not about just telling me what you have. Yeah, it's about sharing the experience. You're right. What will make this special for me? You're right. What is unique about you? Storytelling كتير مهم. كتير مهم. You're right. كتير مهم. When you touch on the emotion of your customer, on their feeling, on their day-to-day life, يعني بتحس إنه أوكي كأن هذا الشخص عايشين مثله. Right. هيدي it's very attractive. It's very attractive. Same. والعالم بتحب تشوف العالم. شكرا جزيلا جوان على المعلومات، وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. ميرسي كتير. نعاد عليك إن شاء الله.